كل دي صور بقى بتطلع كان معاه مصور صور كل حاجه بيس باي بيس كصور. Ladies and gentlemen, by the end of this year or the beginning of 2017, we will make you line up in airports around the world or just right to hold it back. الحمد لله احنا النهارده تقريبا انتهينا من تغيير اضاءه المتحف بالكامل، ودي اخر شهرين اتعملت اتغيرت الاضاءه بالكامل. المتحف كان مظلم ومعتم وكان فيه لمبات اضاءه وكانت الناس بتشتكي، النهارده لا كله بيتغير الحمد لله. تم افتتاح بيت الهدايا وفتحه مره ثانيه للجمهور، كان برده من 2011 مغلق، النهارده بنعرض فيه نماذج الوزاره وعملنا فيه معرض مستنسخات ولقى نجاح ورواج كبير جدا بعد غلقه 5 سنوات. احد رجال الاعمال تبرع لنا ب 200 مروحه و15 تكييف ثابت بداوا يتحطوا في المتحف، بطاقات بدات تتكتب، بدا يتعمل قطع الشهر اللي بيتم اختيارها والجمهور اللي بيختارها، بدا انتهينا من موبايل ابلكيشن لعدد من القطع حوالي 100 قطعه اثريه لاول مره.